نلغي حكايه الديناميكا دي خالص، مش هنمتحنها مرتين، هي كفايه مره واحده. وبعدين ايه حكايه التسريبات؟ احنا مالناش دعوه، هو يسرب او يتسرب من عنده احنا مالناش دعوه، هي حاجه ترجع له هو، مش بتاعتنا احنا. احنا طول السنه قاعدين بقالنا بتاع 10 سنين 10 شهور او 11 شهر عمالين بنضحك وبنذاكر، وفي الاخر يجي ابن الباشا ياخد الامتحان ويخش يحل وبرده بنعيده وبرده هياخد عادي، يعني زي الدين النهارده. ايه تتلغي حكايه الديناميكا وماشي، هنمتحن الجبر والفراغيه يوم السبت او يوم الاثنين، مش هتفرق، بس كل